في ظل الحصار التي تعيشه مدينة البيسي والمدن السورية عامة، انتشرت الكثير من الأمراض بين الأطفال، وخصوصا الأمراض الجلدية، وذلك بسبب انتشار مكبات القمامة الغير صحية في المدينة. ومن أهم هذه الأمراض مرض اللاشمانيا، مرض خطير جدا أصاب الأطفال، وهنا الآن عائلة كاملة أصيبت بهذا المرض، وبعض الأطفال في حالة متقدمة جدا من هذا المرض. يا صالح، شو المرض اللي معكم أنتو؟ مرض حبة حلب. حبة حلب؟ من شو صار هذا المرض؟ ايوه. طيب شلون عم يعالجوكم؟ بضربونا ابر بقلب الحبه. بضربوكم ابر؟ طيب وقت بضربوكم ابر بتتوجعوا انتو شيء؟ ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب هذا المرض اذا ما عالجناه شو بصير؟ هذا بيؤدي الى الموت وبتلتهب شو اسمه؟ التهاب الجلد. نناشد كل المنظمات الإنسانية بالرأفة بأطفالنا، أطفالنا الآن على حافة الموت بسبب هذا الحصار الشديد الذي يشنه نظام الأسد في ظل نقص الكوادر ونقص الأدوية. حسبنا الله ونعم الوكيل.